الفكر وعلم زاد الفكر هو صيانة الذاكرة الوطنية، صيانة الذاكرة التاريخية. كما تعرفوا صيانة الذاكرة التاريخية لا يقل قدرا أو شأنا أو أهمية أو مستوى من الأمور المادية والمعيشية والاجتماعية والصحية. الرصيد ديال الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير لا ينبغي أن نختزله ونحصره باش الماديات. بطبيعة الحال الأمور المادية ضرورية وواجبة ومستحقة، ولكن في كذلك الجوانب المعنوية والروحية اللي هي تختص بها يعني الثقافة الوطنية والمقاومة والتحرير، لأن عندها واحد الحمولة الثقيلة من القيم والمعاني التي ما أحوجنا للحفاظ عليها وصيانتها ونشرها وإشاعتها في أوساط وصفوف الشباب والناشئة والأجيال الصغيرة الجديدة. نحن بحاجة ومجتمعنا بحاجة لقوية هذه الثقافة، ثقافة الروح الوطنية وثقافة المواطنة الإيجابية وثقافة ديال المبادئ والمبادئ العليا ومكارم الأخلاق اللي حملها الجيل الأول الظهير الأول للحركة الوطنية والمقاومة والتحرير، واللي ما أحوج أجيال اليوم بالذات إلى التشبع بها والاعتراف بمعينها وينابعها، باش هذه الأجيال تكون فعلا مغروسة فيها الروح الوطنية بحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات والتحديات الداخلية والخارجية وعلى كسب رهانة النية الشامية والمستدامة، رهانة الحاضر والمستقبل. هذا علاش حنا نجعل من أولى أولوياتنا ومن أهم اهتماماتنا العناية بالذاكرة التاريخية، ونحن الحمد لله فنعتبر بأن واحد العدد ديال الأمور اللي سيرة تنجز بزاف سيرة تنجز المجال ديال صيانة الذاكرة التاريخية. كاين أولا واحد العدد ديال الجهود ديال الكتابة التاريخية ديال التسويم ديال التوثيق التاريخي، ونحن نشعر بواحد الاهتمام كاين عند الشباب الباحثين، شباب كثيرين في عدد من كليات الآداب والعلوم الإنسانية وفي كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في عدد من المؤسسات التعليمية يقبلون على البحث التاريخي وعلى الاجتهاد العلمي هذا المجال الذاكرة التاريخية. يكفيني نقول لكم أنه في السنة دي 2008 وحدها عندنا مباراة كل سنة نديرو مباراة لنيل أحسن البحوث الجامعية، فجاونا 59 بحث، 59 بحث جامعي اللي تختار منهم 38 بحث اللي هما يعني كتوصفهم المواصفات، واللجنة اختارتهم وعطاتهم جوائز ومكافآت، وكلها ناجية من شباب باحثين تاريخ علوم اجتماعية واللي تناولوا واحد العدد ديال المواضيع واللي هي مواضيع في مجملها مواضيع جديدة ورصينة وجديرة بالبحث فيها والنبش فيها والتلقي فيها. وهذا كنعتبروه يعني واحد المؤشر، واحد المؤشر إيجابي على يعني الانخراط ديال الشباب ديالنا الباحثين في الجهود ديال استكمال البحث التاريخي. وكذلك كاين واحد المشروع كبير اللي هو الآن غادي الطريق ديالو، وهو إنجاز موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير المغربي. هذه الموسوعة اللي هي غادي تعمل على جمع ولم الشتات من كل ما هو مكتوب حول تاريخ المقاومة وجيش التحرير والحركة الوطنية.
كانت في الحماية. في التاريخ ديالنا ما لدينا أننا نعمل على استكماله وإتمامه واختصاره وإنعاشه.